المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ، مسافتنا المعتادة والمقررة هي 6 كيلومترات. ننطلق بهذا الشوط، نتابع التحدي، نتابع الإثارة، نتابع أيضا الانطلاق المباشر والاندفاع في لحظاتنا الأولى من عمر هذا الشوط. أرى هناك اللي قاد المجموعة هم قصص بالشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وقيادة سعيد بن عبيد الحميري. شاهين مع المركز الثاني ينطلق بدوره إلى الصدارة والمقدمة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وقيادة سهيل بن مبارك بن مرخان. نقلتنا التالية مع المركز الثالث، نتابع المركز الثالث وأرى نجد ياتي ثالثا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، يقوده سعيد بن عبيد الحميري. المركز الرابع من الجانب الآخر، أرى التسلل أيضا بالشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على ظهر مبشر، يقوده سالم بن حمد بن هيان العامري. ولكن كارفور من الجانب الآخر ينطلق مع المركز الثالث بشعار سمو الشيخ صقر بن وليد القاسمي وعلي بن سعيد الخاطري، متابعا ومنطلقا مع كارفور اللي انطلق بدوره مع المركز الثالث. نتابع البقية، ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز السادس، وأرى التسلل، أرى التسلل لمياس التابع لهجن العاصفة، يقوده حمد بن راشد بن غدير، ينطلق مع المركز السادس. وسابعا من الجانب الآخر، من الجانب الآخر أرى التسلل أيضا الانطلاق للدوربين بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وقيادة علي بن راشد بن غدير قائد العمليات في الفرقة 11، يتابع انطلاقة الدوربين مع المركز السابع وثامن. التحديات رهني صغار شعار سمو الشيخ أحمد بن مكتوم والمكتوم وقيادة سلطان بن سيف المقبالي، من يتابع انطلاقة صغان مع المركز السابع ثامنا. من الجانب الآخر أرى هناك ظبيان لسمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم المكتوم ومتابعة وانطلاقة حمد بن علي العويسي، ومع المركز التاسع، المركز التاسع نجد بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر بن سيب اللاحج في عملية التضمير والمتابعة، ومع المركز العاشر. من الجانب الآخر أرى هناك الطواش التابع لهجن العاصفة، يقود واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندانا الأول للعشر المراكز الأولى، ولكن نعود مع الصدارة، نتابع التحدي، نتابع الإثارة، نتابع الانطلاق الواضح على مقدمة هذا الشوط. وشاهين على الصدارة، شاهين على رأس الحرب منذ البداية، يقود المجموعة، متحمل مسؤولية هذا الشوط على عاتقه. شاهين وشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب، سهيل بن مبارك بن مرخان، من يتابع انطلاقة شاهين وهو ينفرد بناموس هذا الشوط. مقصص مع المركز الثاني، مقصص من ياتي ثانيا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري في عملية التضمير والمتابعة، مع المركز الثاني ثالثا. رهني كارفور ياتي ثالثا بشعار سمو الشيخ صقر بن وليد القاسمي وعلي بن سعيد الخاطري، من يعلن انطلاقة كارفور مع المركز الثالث. رابع التحديات، التسلل، الانطلاق المبشر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وسفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري، من يعلن هذا الانطلاق المبشر مع المركز الرابع. خامسا من الجانب الآخر أرى هناك مياس يتسلل من مركز إلى مركز بطريقة إلى الصدارة، بطريقة إلى المقدمة. يا سلام يا سلام يا سلام، مياس وبالشعار، بالشعار هجن العاصفة وقيادة واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. ننطلق مع المركز السادس، نتابع شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي وسهيل بن سالم العامري، متابعا لهذا الانطلاق. ومع المركز السابع، المركز السابع نجد لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري، متابعا لهذا الانطلاق مع المركز السابع وثامنا. من الجانب الاخر ارى الدوربين في هذه اللحظات ينطلق مع المركز الثامن وشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وقيادة احد الشباب علي بن راشد بن غدير، من يعلن هذا الانطلاق. طواش ياتي تاسعا،
التابع لهجن العاصفة وقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. بينما إذا انطلقنا مع المركز العاشر بأرى الصعب يتسلل في هذه اللحظات مع المركز العاشر بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مطر بن محمد بن ضبيعة في عملية التضمير والتدريب والمتابعة للصعب وهو ينطلق مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، نيدانا وجولتنا الثانية مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط. يا سلام، نعود مع الصدارة، نتابع البداية والسلالة، السلالة الشهيرية من تفرض وجودها بكل قوة على مقدمة هذا الشوط منذ البداية. وشاهين على رأس الحربة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وسهير بن مبارك بن مرخان من يعلن هذا الانطلاق لشاهين. ولكن ركز يا اخوي، خلي اعصابك هادية، لان شاهين منفرد بناموسي هذا الشوط. ومع المركز الثاني نتابع مقصص مع المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم وقيادة سعيد بن عبيد الحميري. ننطلق مع المركز الثالث، نتابع المركز الثالث وأرى طواش من يتسلل في هذه اللحظات. يا سلام، ينطلق من مركز إلى مركز بطريقة إلى الصدارة، بطريقة إلى المقدمة. طواش التابع لهجن العاصفة وبقيادة حمد بن راشد بن غدير. رابع المراكز شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي وقيادة سهيل بن سالم العامري. ومع المركز الخامس وصل الدوربين وعير على الصدارة. بدأ يتابع المنصة الرئيسية بعينه المجردة. يا سلام، الدوربين من ينطلق مع المركز الخامس وشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير في عملية التضمير. من الجانب الآخر أرى التحديات أيضا المشاغب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عامر بن حمود بن دعفوس المنصوري في عملية التضمير مع المركز السادس والسابع. التحديات الصعب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مطر بن محمد بن ضبيعة في عملية التضمير. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن بدينا نقترب مع لوحة الكيلو المتر الخطير والأخير في هذا الانطلاق في هذا التحدي. وشاهين على الصدارة، شاهين على المقدمة، صامد على مقدمة هذا الشوط، يقود المجموعة منذ البداية وهو على رأس الحرب بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وقيادة السير بن مبارك بن مرخان. ننطلق مع المركز الثاني كي أرى مقصص يأتي ثانيا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم السعيد بن عبيد الحميري. متابعا لهذا الانطلاق طواش مع المركز الثالث التابع لهجن العاصفة يقود واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. ولكن التسلل في هذه اللحظات يا سلام مع شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي والسير بن سالم العامري. من بدأ يدفع أيضا بشاهين ينطلق مع المركز الثالث. اللحظات الأخيرة الأمتار النهائية والكوكب رباعية على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، أكثر من اسم على المقدمة والصدارة بقيادة شاهين اللي صامد على مقدمة هذا الشوط منذ البداية بشعار سمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم وسهير بن مبارك بن مرخان. ولكن أرى طواش بدأ يطوف وينتزع الصدارة. طواش على المقدمة بشعار هجن العاصفة وقيادة حمد بن راشد بن غدير. يا سلام، اللحظات الأخيرة النقطة العاشرة في هذا المساء الجميل. تهانينا لهجن العاصفة ولمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. التهاني أيضا موصول لحمد بن راشد بن غدير. لحظات الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني يصل في شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الثالث مقصص لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. المركز الرابع لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي. المركز الخامس يصل في نشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى. ولكن نعود مع التوقيت الزمني.
هذه لحظات وصول طواش الى خط النهايه، يقطع المسافه في 10 دقائق 5 ثواني 3 اجزاء من الثانيه. تهانينا لهجن العاصفه، والتهاني موصوله لحمد بن راشد بن غدير، بينما اللي وصل مع المركز الثاني وقدم عرض يشكر عليه شاهين 10 دقائق 5 ثواني 5 اجزاء من الثانيه. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والتهاني ايضا للسهيل بن مبارك بن مرخان، بينما اللي وصل مع المركز الثالث مقصص 10 دقائق 6 ثواني 9 اجزاء من الثانيه توقيته الزمني. تهانينا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، والتهاني لسعيد بن عبيد الحميري.